وعودة مرة أخرى إلى أهم وأحدث أخبار الكرة الإفريقية والعربية، وبنبدأها بأهلي ترابلس الذي يواجه الإفريقي التونسي وديا في قرار الجهاز الفني لنادي أهلي ترابلس الليبي بقيادة المدرب المصري طلعت يوسف خوض مباراتين وديتين أمام ناديي الملعب والإفريقي التونسيين يوم 27 و 31 مايو الجاري على هامش المعسكر المغرق الذي يخوضه الفريق في تونس بداية من السبت المقبل في إطار الاستعداد لخوض منافسات الدورة السداسية لتحديد بطل مسابقة الدوري الليبي هذا الموسم. وذكرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي الليبي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن معسكر الفريق الأهلاوي سيستمر لمدة أسبوع ويضم فريق أهلي ترابلس بين صفوفه الثلاثي المصري أحمد حسن مكي وأسامة عزب وأيمن حفني. والزاكي يمنح بن عطية شارة قيادة المنتخب المغربي. قرر بادو الزاكي المدير الفني لمنتخب المغربي منح شارة قيادة أسود الأطلسي في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2015 لمهدي بن عطية لاعب نادي روما الإيطالي. وذكرت تقارير صحفية مغربية أن الزاكي طالب اللاعب روما بنسيان الماضي مع منتخب بلاده والدفاع عن قميصه في أمم إفريقيا القادمة من أجل تحقيق حلم التتويج بهذه البطولة في نسختها المقبلة وإسعاد الجماهير المغربية. والصفاقسي يضم مهاجم الترجي 4 مواسم. فعقد نادي الصفاقسي التونسي مع سيف الدين حربي مهاجم فريق الترجي التونسي لمدة 4 مواسم قادمة ليقطع الطريق على المفاوضات الدائرة من جانب إدارة الترجي لتجديد تعاقده مع النادي. ووفقا للتقارير الصحفية فإن حربي يرتبط بعقد مع الترجي لمدة موسم إضافي، لكن هناك بندا داخل عقده يسمح له شراء السنة الأخيرة في حالة ما أراد الرحيل عن الترجي، وهو ما استغله الصفاقسي ليضم اللاعب. والوكر القطري يطلب ضم يوسوفا مهاجم البنزرتي التونسي. تلقى السنغالي يوسوفا منيجي مهاجم نادي البنزرتي التونسي عرضا مغريا من جانب الوكر القطري الذي يديره التونسي ماهر الكنزاري للانتقال الى صفوفه خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله. وتألق يوسوفا بشكل لائق مع البنزرتي في الكونفدراليه، وهو ما كان محل متابعه الكنزاري خلال الفتره الماضيه.